اهلا بحضراتكم من جديد. بالامس كان موعد قرعه دوري الابطال وكاس الكونفدراليه، والحمد لله مش هنقول ان احنا انفرضنا وقلنا انتوا عارفين خلاص العهد بيننا وبينكم، دايما بنحاول نقول لكم المعلومات من قبل ما تحصل بشكل رسمي وقبلها بفتره طويله، يعني من قبل ما تخلص مباريات الادوار التمهيديه وقبل ميعاد القرعه بحوالي اسبوع. قلت لكم قرعه دوري ابطال افريقيا هتكون في جوهانسبرج يوم 6 اكتوبر، وبالفعل بالامس كان موعد قرعه دوري الابطال وكاس الكونفدراليه، وكلنا كنا عارفين التصنيفات وعارفين الفرق، واتكلمت كمان على الفرق المرشحه اللي هتكون موجوده في دور المجموعات من قبل ما تخلص الادوار التمهيديه، لان النتائج ما كانتش ممكن يكون فيها مفاجات بنسبه كبيره. بالفعل امبارح تم اجراء القرعه والتصنيفات كانت معروفه للكل، الاهلي، الوداد، الترجي، مامولدي سان داونز في التصنيف الاول وباقي الفرق في التصنيف الثاني. والشيء الابرز في هذه القرعه ان الفرق كلها اللي موجوده في التصنيفات كلها فرق قويه جدا. يعني مثلا احنا ضربنا مثل ان الاهلي تصنيف اول، روح على التصنيف الثاني هتلاقي مازيمبي، هتلاقي مثلا بيراميدز قصدي، روح على التصنيف الثالث هتلاقي مثلا مازيمبي، انت كمان بتتكلم على بيراميدز وسيمبا وكذا نادي، روح على التصنيف الرابع هتلاقي النجم الساحلي. فانتوا بتتكلموا على تصنيفات قويه جدا لفرق ليها باع طويل جدا في دوري ابطال افريقيا. عموما امبارح لما اتعملت القرعه شفنا الفرق اللي موجوده في المجموعات، نقدر نقول المجموعات كلها مجموعات قويه. المستويات الفنيه ممكن تختلف من مجموعه لاخرى، ولكن في النهايه كلها فرق ليها باع طويل جدا. لو هنلقي الضوء على المجموعه الاولى مثلا، ماموريدي سان داونز معاه بيراميدز، مازيمبي الكونغولي، فريق نوازيبو الموريتاني. المجموعه الثانيه قدامكم على الشاشه طبعا ترتيب المجموعات، الوداد الرياضي المغربي، سيمبا التنزاني، اسك ميموزا الايفواري، يوانج جالاكسي البتسواني. المجموعه الثالثه الترجي التونسي، اتلتيكو بترو اتلتيكو الانغولي، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي. ودي مجموعه عربيه بنسبه كبيره جدا. المجموعه الرابعه ودي مجموعه النادي الاهلي، الاهلي، شباب بولوزداد، يانج افريكانز التنزاني، ومدياما بطل غانا. بنتكلم على فرق يعني ليها باع طويل جدا. اولا بالنسبه للمجموعه الاولى انت بتتكلم على تاريخ ماموريدي سان داونز في البطوله ومازيمبي الكونغولي والوافد الجديد بيراميدز اللي في الاخر خد اربع خمس سنين قدر يضع نفسه في التصنيف رقم اثنين قبل مازيمبي والنجم الساحلي. ودي نقطه خدوا بالكم في ناس كتير ما خدتش بالها منها. الناس كانت تقول لك ايه المعيار دايما في الاتحاد الافريقي بعدد البطولات، والنسخه البطولات اللي بيتكلموا عليها بقالهم اكتر من 20 25 سنه بتتردد بشكل يومي. بصوا على القرعه وبصوا على التصنيف، بيراميدز حديث العهد في اخر اربع خمس سنين طبقا للتصنيف، طبقا للتصنيف الصفر اكتر من النجم الساحلي اللي واخد بطوله، من مازيمبي اللي واخد كذا بطوله افريقيه اولهم طبعا في الستينات وفي السبعينات. فتاريخ بيراميدز امام النجم الساحلي ومازيمبي لا يذكر، لكن بص في الاخر الاتحاد الافريقي ليه نقاط وليه تصنيف، فلقيت بيراميدز تصنيف تاني، مازيمبي تصنيف تالت، بيراميدز تصنيف تاني ومازيمبي تصنيف تالت، والنجم الساحلي بتاريخه الكبير جدا تصنيف رابع. محدش بياخد باله من التفاصيل الصغيره دي، خدوا بالكم. بس في النهايه خليكم فاكرين كل ما بيتعمل تصنيف وكل ما بيتعمل قرعه بنشوف دايما ان لا كانت فيه مجاملات ولا كان فيه اي مصالح شخصيه لاي اطراف، والكاف من التسعينات لغايه دلوقتي شغال بمعيار واحد، النقط. بيراميدز في خمس سنين قدر يحصد نقط اكتر من مازيمبي والنجم الساحلي. عموما بيراميدز مع مازيمبي ومع سان داونز معاهم كمان نوازيبو الموريتاني. نوازيبو الموريتاني ده على فكره فريق احمد ولد يحيى من موريتانيا، نائب رئيس الكاف وعضو اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي، وهذا الفريق في رعايه كبيره جدا ليه من موريتانيا، وبالتالي فريق ليه دور قوي جدا في دور المجموعات. محدش يستسهل ابدا اداء هذا الفريق في البطوله، قدر يعمل مفاجآت في الادوار التمهيديه ويتواجد لاول مره في دور المجموعات. وبالتاكيد سان داونز ومازيمبي فرقتين لهم باع طويل جدا في دوري ابطال افريقيا. الشيء الصعب على بيراميدز في هذه المجموعه الرحلات والسفر. انت بتتكلم رايح في اقصى غرب افريقيا في الكونغو الديمقراطيه في مدينه لومومباتشي، ورايح في جنوب القاره في بريتوريا. فالتأجيلات في مباريات الدوري الفترة الجاية هنسمع كلام كتير جدا كانوا بيقولوه في حق الأهلي، دلوقتي هم أكتر ناس هيدافعوا عن نفسهم عشان الرحلات الإفريقية والسفر في هذه البطولة وفي هذه المجموعة تحديدا. المجموعة الثانية هي المجموعة نقدر نقول الأسهل نسبيا على الورق. ليه؟
الفرق اللي موجودة في المجموعة الثانية حجم المقارنة بينها وبين الوداد المغربي بعيدة شوية، يعني الوداد حامل اللقب النسخة قبل الماضية ووصيف العام الماضي. سيمبا التنزاني دايما متواجد في دور المجموعات وبيوصل لدور الثمانية. أسيك ميموزا بيبعد وبيجي بس فريق كبير معروف في غرب إفريقيا وفي الكوت ديفوار. وأخيرا يان جالاكسي البتسواني اللي حقق نتيجة مفاجأة وأقصى أورلاندو بايرتس في الدور التمهيدي الثاني بعد الخسارة ذهابا والفوز إيابا بنفس النتيجة 1-0 ولعب ركلات الجزاء الترجيحية ويقصي أورلاندو بايرتس اللي بيلعب دلوقتي نهائي الام تي ان مع ماموليدي سان داونز كأس الام تي ان في جنوب إفريقيا. فبالتالي تتكلم على فريق كبير جدا في جنوب إفريقيا قدر البطل بوتسوانا يقصيه من الأدوار التمهيدية. طيب نروح للمجموعة الثالثة وفيها الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي، وده ديربي تونسي كبير جدا وقوي جدا، ودي أول مباراة على فكرة في المجموعة الترجي والنجم. كمان عندك بيترو أتلتيكو الأنجولي اللي موجود في السوبر ليج هيلعب مع سان داونز، وبيترو أتلتيكو كمان من الفرق اللي متواجدة دايما في دور المجموعات بالإضافة إلى الهلال السوداني المتواجد في الفترة الأخيرة في أدوار المجموعات، ولكن الهلال ما بيقدرش يكمل لما كان بيبقى مع الأهلي تحديدا في دور المجموعات بيصطدم بكبير القارة بنادي القرن النادي الأهلي فبيخرج مبكرا من دور المجموعات، ولكن يبقى الهلال فريق قوي. نقطة ضعفه أكيد في المجموعة دي إنه مش هيلعب على أرضه، غالبا هيلعب في المغرب إلا إذا لو فكر حاب يلعب في مصر الفترة اللي جاية. المجموعة الرابعة ودي مجموعة النادي الأهلي. البعض لما شاف المجموعة امبارح انبسط، قال لك مجموعة الحمد لله مش قوية، مش معانا سان داونز، مش معانا مازيمبي، مش معانا باقي الفرق اللي في التصنيف في الثاني او الثالث والرابع، النجم الساحلي مش معانا، ولكن حذاري كل الحذر من هذه المجموعه. هي مجموعه متوازنه، لا هنقدر نقول صعبه قوي على الاهلي ولا سهله قوي على الاهلي. ليه؟ اولا شباب بوروزداد نقدر نقول هو اقوى منافس للاهلي في المجموعه، اقوى منافس للاهلي في المجموعه، ولكن يانج افريكانز وميدياما بطل غانا عندهم طموح كبير جدا ان ممكن يحققوا مفاجآت في هذه البطولة. عندهم طموح كبير جدا ان ممكن يحققوا مفاجآت في هذه البطولة. النتائج دايما للاهلي على بلوزداد ويانج افريكانز في صالح الاهلي. التاريخ بيقول كده. يعني بلوزداد لما لعبناه قبل كده في 2001 كسبناه رايح جاي. يانج افريكانز لعبناه يمكن حوالي مثلا 15 16 مرة كسبناه حوالي 13 مرة. انا منهم مباراة حضرتها في تنزانيا في ملعب دار السلام. اتعادلنا إيجابي في تنزانيا وكسبنا في القاهرة، الكلام ده كان في 2016. فنتائج الأهلي مع يانج أفريكانز أفضل من مباريات الأهلي مع سيمبا، يعني سيمبا في تنزانيا كعبه عالي شوية على الأهلي أكثر من يانج أفريكانز، ولكن طموح يانج أفريكانز ومادياما بطل غانا نقدر نقول ممكن يكون في صعوبة شوية، لأن فرقتين ما عندهمش حظوظ عايزين يعملوا نتائج كبيرة. شباب بوروزداد على فكرة، ودي نقطة مهمة جدا، في آخر بطولة كسب الزمالك رايح جاي لما كان معاه في المجموعة، فبالتالي فرقة تعمل لها ألف حساب. وشباب بوروزداد لما وصل للدور الثمانية عمل مباراة كبيرة جدا مع الترجي التونسي، ففرقة تعمل لها ألف حساب، فرقة قوية. وبعدين لو بصيت على تشكيلة شباب بوروزداد هتلاقي فيها مثلا رايسون بولحي، ده حارس منتخب الجزائر كلكم فاكرينه طبعا، عدلان كوديورا، حسين بن عيادة، بوسفوف اللي عايد من بلجيكا، المهاجم دارفيلو العايد من هولندا، فرقة كويسة وبيدربها المدرب البلجيكي فاندر بروك اللي كان ماسك الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي لما الأهلي تعادل معاه في المغرب 1-1 وفاز بالبطولة، اللي الأهلي فاز في القاهرة 2-1، فمدرب عارفينه ولعب قدام الأهلي قبل كده، حاليا هو مدير فني شباب بوروزداد، وشباب بوروزداد عنده لعيبة عندها خبرات، رايسون بولح حارس الجزائر لسنوات طويلة، عدلان كوديورا، بسوف، دارفيلو، لعيبة ليها تاريخ كبير جدا في الكرة الجزائرية في مباراة صعبة جدا. طيب ارجع من تاني لمجموعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا وكلمتكم على تشكيله فريق شباب بوروزداد والعناصر الخبره اللي موجوده في هذا الفريق. يمكن جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري اعلن قائمه الجزائر اللي هتخوض مباراه وديه مع مصر يوم 16 اكتوبر في ملعب هزاع بن زايد في العين، ولكن القائمه بالكامل كلها لاعبين محترفين، ما فيش ولا لاعب من شباب بوروزداد في قائمه المنتخب الجزائري. ولكن لو بترجع بالذاكره لعده سنوات، لا في لعيبه في شباب بوروزداد كان لهم تاريخ كبير جدا في المنتخب الجزائري، على راسهم بالتاكيد الحارس المرمى رايسون بولحي، عدلان كوديورا، حسين بن عياده، بوسوف، دارفيلو، كلها لعيبه كانت ليها دور مع المنتخب الجزائري في السنوات السابقه. فبالتالي فريق تعمل له الف حساب وهيبقى اقوى منافس للاهلي في المجموعه. وكمان في نقطه ثانيه مهمه جدا وانا عايز اتكلم على ترتيب المباريات. اولا البطوله دور المجموعات هيبدا يوم 24 نوفمبر
مش بعيد، يعني احنا بنتكلم بعد حوالي شهر ونص هنبدا مباريات دور المجموعات، وناس كلها بتقول لك هو ليه دور المجموعات بادئ بدري؟ بادئ بدري عشان في كاس امم افريقيا هتاخد فتره مش اقل من شهر ونص 45 يوم، فبالتالي مش هتقدر تلعب مسابقات الانديه الافريقيه في يناير وفي فبراير، فبالتالي الاتحاد الافريقي ولجنه المسابقات قدمت شويه مواعيد مباريات الجولات دور المجموعات عشان يبقى في مساحه لما تستأنف المباريات في نهايه فبراير واوائل مارس يكون دور المجموعات انتهى ما يقرب من حوالي 70-80% من المباريات. الجوله الاولى على فكره هتكون مع ميدياما بطل غانا على استاد القاهره احد ايام 24 او 25 نوفمبر. الجوله الثانيه بعد اسبوع الاهلي هيسافر الى تنزانيا مره اخرى، طبعا هيلعب مع سيمبا يوم 20/10، وهيسافر تنزانيا يلعب احد ايام 1 او 2 ديسمبر مع يانج افريكانز على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام. يرجع بعدها باسبوع هيلعب مع شباب بولوزداد في القاهره احد ايام 8 او 9 ديسمبر، والمباراه دي هتتلعب ما فيهاش اي مشكله خالص، خاصه ان لسه مباراه اتحاد جده او اوكلاند سيتي مع الاهلي في كاس العالم للانديه لسه يوم 15/12، ففي مساحه اسبوع ما بين مباراه شباب بولوزداد مع 15/12، ففي مساحه وقت ما بين هذه المباراه وافتتاح مباريات الاهلي في كاس العالم. المباراه اللي ممكن او مش ممكن ده مؤكد، وانا امبارح كنت اجريت اتصال كده بعدد من المسؤولين في الكاف قالوا لي ان مباراه شباب بولوزداد مع الاهلي يوم 19/12 في الجزائر دي بنسبه كبيره يعني هتتاجل ويتم تحديد موعدها لاحقا، وميعادها قريب جدا. احاول اجيب لكم الميعاد اللي الكاف هياجل فيه هذه المباراه، لان المباراه دي تحديدا توقيتها وميعادها ممكن يعمل ازمه، بس مش يعمل ازمه بالنسبه للاهلي، لا ممكن يعمل ازمه لاتحاد الكوره. ازاي وليه؟ هيجي وقتها. مباراه شباب بلوزداد والاهلي يوم 19/12، وانا بتكلم من بدري اهو، يوم 19/12 المباراه دي هتتاجل، لان الاهلي عنده كاس عالم انديه، عنده مباراه يوم 15/12 باذن الله يكسب، عنده مباراه يوم 18/12 وعنده مباراه 22/12، وبالتاكيد هو الاتحاد الافريقي مش هيستنى يشوف نتيجه الاهلي يوم 15 عشان يقرر، لان المباراه دي في الجزائر مش في القاهره، فلازم يكون في اجراءات ليها علاقه بالسفر والتاشيره والتنقلات والاقامه، فلازم القرار يكون من بدري من قبل انطلاق ادوار المجموعات، فبالتالي هيطلع في قرار قريب جدا بتاجيل هذه المباراه. ولكن تاجيلها لامتى؟ لما اتاكد من الميعاد كالعاده هننفرد بالميعاد ونقوله لحضراتكم، ولكن الميعاد ده وارد جدا يعمل ازمه ومشكله لاتحاد الكوره، فهنشوف الفتره الجايه اللي هيحصل، عشان للاسف محدش في اتحاد الكوره بيحاول يسال ويشوف ايه اللي ممكن يحصل وبيتفاجئ زي كل مره لما بنقول لكم الناس بتتفاجئ من اي قرارات بتطلع من الاتحاد الافريقي. طيب نروح للجوله الخامسه والسادسه، ودي هتتاجل لبعد كاس الامم. هتلعب مع ميدياما في غانا يوم 23 او 24 فبراير، كاس الامم هيخلص 13 فبراير، فبعد 10 ايام هتستأنف مباريات دور المجموعات، وعندك ماتش في غانا مع ميدياما يوم 24 فبراير. على فكره فريق ميدياما عنده ملعب جديد كان بناه عشان يلعب عليه ماتشات افريقيا، ولكن حتى هذه اللحظه الملعب ده لسه ما اتخدش اعتماد من الاتحاد الافريقي، وغالبا الاهلي هيلعب معاه في مدينه كاب كوست في غانا. لا اقرا ولا كوماسي، فريق ميدياما بيلعب في كاب كوست، ملعب تم اعتماده من الكاف ولعب عليه الادوار التمهيديه. الجوله السادسه والاخيره، والاهلي هيستضيف يانج افريكانز في القاهره يوم 1 او 2 مارس، وان شاء الله الاهلي يكون يعني حسم مشواره وتاهله الى الدور ربع النهائي، ولسه بقى ميعاد قرعه الدور ربع النهائي وهنشوف هنواجه مين. المجموعات الثانيه انت بتتكلم في ديربيات قويه جدا، المجموعه الثالثه الترجي الهلال النجم مع بترو اتلتيكو الانجولي، المجموعه الثانيه الوداد سيمبا اسيك ايوان جالاكسي، المجموعه الاولى مجموعه الموت، انت بتتكلم عن مازيمبي سان داونز بيراميدز ونوازيبو الموريتاني. فده ترتيب المباريات وترتيب المجموعات ومواعيد المباريات.